وهو علم الأوزون. هنتكلم عن الأوزون، العلم اللي اتحارب كتير جدا من سنين فاتت، العلم اللي اتحارب وقال إن ده هيبقى اللي هيقعد كل الدكاترة في بيتها لو ابتدوا يعالجوا بيه. ايه هو الاوزون؟ الاوزون كنا بنشوفه ان هو بيستخدموه في علاج الالام المبرحه، الام المفاصل والفقرات والخشونه. كمان دخل دلوقتي الاوزون في البيوتي وفي الميزوثيرابي وفي الجمال والتجميل، وبقى ليه استخدامات عده. هنتكلم اكتر عن الاوزون بالتفاصيل، لكن خلوني ارحب بضيف الموجود معايا في الاستوديو، الدكتور طارق الطنبولي، سكرتير الجمعيه الطبيه المصريه لعلاج الاوزون واستشاري المعالجه بالاوزون واخصائي امراض نساء وولاده، وكمان تخصص العلاج بالابر، حاجات كتير قوي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا رب. يعني حضرتك معايا ان انتوا اتحاربتوا زمان كتير قوي اول ما الاوزون نزل مصر. وحضرتك المفهوم بتاع الكومبلمنتري ميديسن او الطب البديل، واللي ما بنحبش نسميه بديل، نسميه طب تكميلي. الحقيقه مفهومه في مصر سيء، ودايما ان هو غير علمي و و و والحقيقه والواقع غير كده كده خالص. وده اللي حاولنا نثبته من ساعه ما بدانا من سنه 99 لما خدنا الموافقه على العلاج بالاوزون في مصر. ده نثبته باكثر من 60 رساله ماجستير ودكتوراه في الكليات المختلفه، في افرع الطب المختلفه، حتى مع كليه التربيه الرياضيه والعلاج الطبيعي وغيرها من طبعا طب اسنان والطب البشري. هم مجرد بس يمكن لقب الطب البديل هو بتبقى فيه حساسيه، مع ان احنا طول النهار وطول الليل على الفضائيات بنتكلم في الطب البديل بالاعشاب بقى اللي هي بتضر. بالظبط. اشرب ما اعرفش ايه شعرك يطول في خلال اسبوعين، خد ما اعرفش ايه تخلف في خلال 3 اسابيع. يعني اقصد كل ده برضو تحت مسمى، كل هذا الغش التجاري تحت مسمى الطب البديل. بالظبط كده. هو حضرتك يعني الصوره ببساطه كده في دقيقه اقدر اوضحها. احنا لو قننا المواضيع الدنيا هتبقى كويسه قوي. حضرتك بنتكلم ان الاعشاب فيها سموم و و و انا النهارده حضرتك لو عملت معهد، لو عملت معهد للاعشاب والناس خدت درسته صيادله او دكاتره وخدوا لايسنس، مش هيدي دوز غلط. أيوة. مش هيستعملها غلط. حضرتك احنا بندخل صيدليات كبيره جدا في اوروبا وفي امريكا كلها من الاعشاب، كلها من الحاجات الطبيعيه. ولكن القصه مقننه، ضامنين المنتج نفسه انه لم يتلوث، ما هوش في شكاره ويقعد الاعشاب يطلعها، وقد يكون فيها اصبح فيها فطريات سامه، قد يكون فيها ميكروبات. انما لو تم تقنين هذا الكلام هنقدر نستفيد من الاعشاب، مش هتبقى هي مصدر ضرر. وبالتالي كل ما وسائل الطب البديل، عفوا الطب التكميلي وده الصح بتاعها، كلها هنقدر نستخدمها بجانب الادويه. هقلل استخدامات الادويه بمضرها المعروفه وهستخدم حاجات طبيعيه تساعدني في مختلف البيئة. ايوه، لان يعني احنا العطار، يعني احنا عندنا العطار ده يعني في قيمنا، مش القيم بس، في طبيعتنا كمصريين اتخلقنا، والعطار ده لازم في كل شارع وفي كل حاره في عطار. والعطار ده اللي لما بنتعب بنروح النبي اصل انا عندي مغص، اصل انا ما اعرفش ايه. طب هو العطار لغايه دلوقتي موجود، ويمكن في بعض العطارين يعني اغنى حتى من شركات الادويه، لكن العطار زي ما حضرتك قلت ان الشكاير اللي هي محطوطه دي بيبقى فيها فطريات، بيبقى يعني غير مجهزه ان هي تتخزن بالشكل العلمي الطبي السليم. بالظبط. يعني العشب ده مفيد، بس اتشال ازاي او اتخزن ازاي؟ فما بقاش مفيد، بقى مسموم. ده بس اللي يعني كنا حابين نوضحه. بالظبط. طيب يعني ايه اوزون؟ يعني ايه اوزون؟ الاوزون هو الاوزون معناه وجود اكسجين نشط. والاكسجين الطبيعي ليه الجزء بتاعه عباره عن ذرتين، الاوزون 3 ذرات. هنالك نوعين من الاوزون، في الاوزون الصناعي اللي انا بستخلصه من الهواء وبزود الذره الزياده، فبيبقى ده بالاضافه الى وجود الهواء معاه، وده بنستخدمه في الصناعه لتعقيم حمامات السباحه. كل اوروبا النهارده بتعقم حمامات السباحه وامريكا بالاوزون اللي ضرر الكلور على الجسم لتعقيم الميه. ومش بس كده، احنا ممكن مجرد غسيل الخضار والفاكهه في بلد زينا بيتم استخدام فيها الهرمونات واستخدام فيها المبيدات في الخضار والفاكهه بكميات اكتر من المعدلات الطبيعيه. لمجرد لو ست البيت عندها جهاز بسيط صغير لثمنه لا يتعدى يمكن 700 جنيه او 1000 جنيه، هنقدر نغسل الخضار والفاكهه دي نقضي على 80% من البيست سايدز اللي هي المبيدات اللي موجوده فيها.
تمام. طب يعني ده صناعي. احنا قبل ما هندخل لغسيل الخضار والفاكهه، بس خلينا ماشي نتكلم فيها شويه، لان انا عارفه قد ايه يعني اي ام دلوقتي بقت عندها رعب وهاجس طول الوقت ان هي بتغسل غلط وان هي بتاكل ولادها غلط، ولان كم المعلومات اللي بنشوفها في التلفزيون، خلي بالكم الخضار، خلي بالكم الفاكهه، خلي بالكم ما اعرفش لو حطيتوها في اواني غير صالحه، ما اعرفش للتخزين بيحصل ايه. حتى جالنا كتير تليفونات، طب انتوا بتتكلموا عن الاواني والحلل والحاجات دي بتتحط في الثلاجه، هي فين؟ انا عن نفسي نزلت يعني بصراحه، بص عشان ابقى امينه مع المشاهد، يعني انا كان معايا برضو ضيف عزيز قبل كده وقال ان لازم رقم 5 يكون مكتوب على العلب، مش هاخد من وقت حضرتك كتير. انا نزلت ادور يعني، قالوا لك في السوبر ماركت الكبيره مش شايفه اي ارقام، يعني العلب كلها شبه بعض وكلها لون واحد يعني اقصد لازم يبقى عندنا مكان محدد يا جماعه روحوا العلب الصالحه ادميا اللي يصلح الاستخدام فيها او تخزين الاكل في المكان الفلاني. هو حضرتك مش هنقول مكان، هنقول عليها العلامه الفلانيه. ما مش لاقيين العلامه. ما هو بره العلامه كل واحد يعرفها. حضرتك احنا اغلبنا ما نعرفش هذه العلامه شكلها ايه. بالزبط. فاحنا لما نتعلم عن طريق الاعلام ان هو يساعد الناس ان هو يعرفها، كل واحد هيروح يدور على هذه العلامه. واذا كان المستورد بيدور على الرخيص فحضرتك لما يلاقي فيه طلب على اللي هو غير رخيص الاغلى علشان ما يضرناش، هو هيضطر يستورده. وفي ناس اوريدي بتجيبه بس بكميات بسيطه جدا، كميات بسيطة. لان استهلاكه بسيط. طيب دكتور، مع غسيل الفاكهه والخضار خلينا الاول ازاي نستخدم الاوزون، لكن برضو الناس تقول لك يعني طب ما الاوزون موجود في حياتنا، يعني حضرتك مثلا جايب لي الاكسجين، يعني هو يعني جبنا اللي ما تجابش، لكن طب ما الاكسجين في حياتنا طول اليوم، هل فعلا احنا بنقدر نتنفذ الاكسجين الصالح في حياتنا؟ وبيبقى موجود فين والساعه كام وامتى، بدل ما نبتدي ناخده كجرعات مقننه عن طريق الاجهزه؟ حضرتك اصلا الاكسجين في القاهره نسبته اقل من الطبيعي من المعدلات المفروض ان تكون عليها، وكل المدن الكبيره بهذا الشكل نتيجه عن تلوث، والتلوث عندنا في القاهره طبعا اعلى من كل حته. يبقى اذا انا عشان ابحث عن الاكسجين الطبيعي بمعدلات عاليه سليمه لازم اتجه للسواحل واتجه بعيدا عن المدن وفي الصحراء وهلوم جرا. طبعا ميزه السواحل كمان ان موج البحر دوت بيكسر حضرتك ذرات الاكسجين ويحولها الاوزون، طاقه الموج تحول الاوزون. ولذلك حضرتك احنا لما نيجي على شط البحر نشم ريحه زفاره شويه كده، دي مش زفاره سمك، السمك مش هتطلع زفاره من الماء. الزفاره دي ريحه زفاره الاوزون، ريحته مش حلوه، ريحته الحاجه الوحيده الوحشه في الاوزون ان هو ريحته مش حلوه. ايوه كنت لسه بقول لحضرتك ان ريحته شويه مش محبوبه يعني عشان كده الواحد بيبقى مرتاح جدا نفسيا وبيبقى نشط وبيبقى مستعد للحياه ومستعد يكسر الدنيا. ممكن مثلا الواحد وهو بيصيف او في مكان بياخد مثلا استرخاء شويه تحس انه بيجي له افكار حلوه، افكار في شغله، افكار في بيته، ان انا هخلص الاجازه هنزل اكسر الدنيا وهشتغل وهكلم فلان الفلاني، عشان يعني تحس ان هو بيبقى مبدع وبيبقى نشط جدا اثناء الاجازه. أنا ننزل بعد ان احنا في ملحوظه بس يعني هحكي عليها، ان احنا كلنا لما ننتقل قريب من شط البحر كلنا بننام نوم عميق جدا مش كده؟ مرتاحين جدا مش كده؟ أيوة. ده نتيجة ان احنا بدأنا ناخد معدلاتنا الطبيعية من الأكسجين فجسمنا يشتغل أصح. طيب الأوزون ده بقى حضرتك بتستخدمه ازاي؟ يعني أنا عارفة إن ليه استخدامات كتيرة عن طريق الحقن وعن طريق الساونا لكن كلمنا أكتر، وهل في جديد في استخدامات الأوزون؟ الأوزون الحقيقة يعني كل يوم بيتم تجربة عمل أبحاث عنه في أمراض مختلفة وفي حاجات مختلفة. الأوزون له استخدامين رئيسيين، استخدام الطبي للأمراض واستخدام الغير الطبي. نعم. الاستخدام الغير الطبي هو زي أن أنا أستخدم مية الأوزون في غسيل الخضار. الاستخدام غير الطبي أن أنا للبيوتي للتجميل. الاستخدام غير الطبي للتنشيط العام للرياضيين. فده اللي احنا بنسميه، وطبعا الصناعي اتكلمنا عليه اللي هو تعقيم حمامات السباحه والميه والكلام ده. فانا حضرتك مش لازم اكون عندي مرض علشان انا اقدر استخدمه، يعني في الامراض وفي لرفع جهاز المناعه عندي، وان انا ابقى اوصل لمعدلات الاكسجين عندي الطبيعيه وللرياضيين وتحسين ادائهم مش لعلاج مرض معين. ومن ضمنه حضرتك ساونا الاوزون اللي بنستخدمها البيوتي، هي مجازا بتقال عليها ساونا ولكن هي حمام بخار بينطلق فيه ميه مع بخار وبنظبط درجة الحرارة بحيث حتى يبقى كل واحد، في ناس تحب درجة حرارة عالية درجة حرارة واطية، بحيث درجة الحرارة ممكن تبدأ من 37 لغاية 45 كل واحد ما يقدر يتحمل فيها. طيب يعني هو فعلا ملكة انجلترا يعني عايشة لغاية دلوقتي بالأوزون؟ الملكة اللي توفت قبل كده، الملكة الأم اللي توفت على أكتر من 100 سنة
ديت كانت بتاخد اوزون بانتظام عن طريق اللحقن الشرجي، خدت كورس معدل كبير، وبعد كده بدات تمشي كل اسبوعين بتاخد جلسه. وهل العيله بعد كده مكمله بالاوزون؟ ده اكيد ما اعرفش انا، لان ده كان موجود حاجه في المجلات الالمانيه وده اللي انا اطلعت عليه. طيب يعني للشباب الدائم، ما دام اتكلمنا عن سيره الشباب، ويعني اكيد اي دلوقتي الشباب ما بقاش يجري وراه بس السيدات، بقى الرجاله والسيدات. يعني الطبيعي مثلا الواحده تبتدي تلاقي علامات في الوجه وتبتدي تحس شويه شيخوخه بتخبط على الباب، يبتدي مثلا من 45 والست طلع. لكن هل لو استخدام الاوزون مبكر شويه تبتدي علامات الشيخوخه دي تتاخر كم سنه؟ هتتاخر كتير، هتاخر كتير. 10 سنين مثلا؟ ممكن ممكن قوي وممكن اكتر، وحتى التعليمات لما تبدا هتبقى يعني هذه العلامات هتبقى اقل كمان في اثارها وجودها في الوش بالذات او في الجسم عامه. شغله الاوزون الرئيسيه هي تحسين الدوره الدمويه. تحسين الدوره الدمويه، وتحسين الدوره الدمويه صار حاجه، تحسين الدوره الدمويه للمخ، تحسين الدوره الدمويه للوجه، تحسين الدوره الدمويه للقلب، تحسين الدوره الدمويه لكل الاعضاء، يبقى انا كل عضو في الجسم بيستفيد من هذا الاوزون. اما لو جينا حضرتك بقى علامات الشيخوخه عامه بتيجي نتيجه بلد زي القاهرة، تاني هنعود تاني للقاهرة ونسبة الأكسجين السيئة اللي فيها والتلوث اللي فيها، يبقى أنا حضرتك لما أستخدم الأوزون يبقى أنا بدي جسمي حاجته من الأكسجين. يبقى أنا حضرتك علامات الشيخوخة والعلامات في الوجه دي كلها بتتحسن الأوزون نتيجة تحسن الدورة الدموية. مش بس كده، هو ما بيحسنهاش يزودها كمية فقط، لا ده بيحسن الكواليتي كمان. بيحسن الكواليتي ازاي؟ انه بيخلي كرات الدم الحمراء تشيل كمية أكبر من الأكسجين. والأكسجين هو طبعا الحياة لكل خلية. فأنا من هنا بقدر أنشط كمان. بالنسبة للوجه لو اتكلمنا عليها، انه بيزود نسبة الكولاجين اللي هو مسؤول عن ليونة الجلد. وزيادة الكولاجين دوت يعمل نفس القصة. حيك النهارده ممكن بنقول في مشكله من مشاكل في العمليه التجميليه اللي هي السيليوليت اللي بنسميها قشره البرتقاله. دي نتيجه وجود اجزاء متليفه ماسكه في الجلد، فبتديني حتت منخفضه وعاليه في الجلد ديت. الاوزون لما بيتحقن تحتها الاوزون له تاثير مضاد للتليف، فمع الجلسات بيبدا يحسن القصه دي. فبنحقن موضعيا بالاضافه الى الساونا نفسها او كابينه حمام البخار، بنجد نتائج كويسه قوي دلوقتي. كنا بنسمع زمان ان حسني مبارك عنده جهاز في البيت، وكنا بنسمع ان محافظ معرفش مين كان عنده ايه ومدير امن مين، فكنا دايما بنسمع. بس انا لما لقيته هذا الجهاز داخل مستشفيات الادمان، فانا بصراحه وقفت اتعجب. يعني طب داخل مستشفيات الادمان وداخل مستشفيات السرطانات الاورام، فالجهاز ده ايه قيمته يعني للادمان وقيمته للاورام والسرطانات؟ بالنسبة حضرتك للسرطانات، ان هو بيساعد على الاقلال من مضاعفات العلاج الكيماوي والاشعاعي، وفي نفس الوقت بيزيد مناعة الجسم يخليه يقاوم المزيد من الامراض. هو ما بيحاربش الورم مباشرة، ما بيروحش يقتل الورم مباشرة، ما هوش دواء كيماوي يروح يقتل الورم مباشرة. لكن مع الكيموثيرابي والعلاج الكيماوي وسقوط الشعر والخلايا كتير اللي بتموت، هو ما بيساعد بيحصلش ان حضرتك هذا سقوط الشعر، واذا حصل بيبقى بنسبة اقل جدا. الاجهاد الفظيع بعد الجلسات العلاج الكيماوي ما بيبقاش موجود بهذا الشكل، وده كثير من المرضى الحقيقة يعني لما بيتعاملوا بيبقوا سعداء جدا، قصة يكونوا جربوا قبل كده بدون الاوزون وبعد الاوزون فبيوجدوا سعادة كويس. بالاضافة حضرتك انه بيزيد نسبة الشفاء من الكانسر، لانه هو حضرتك مع هذا لو نسبه الشفاء عند 30% تزيد ل 40 و50%. وده الابحاث اللي كنا عاوزين نقوم بيها وتوقفت مع توقف الاوزون لما حصل الهجمه الشديده سنه 2006. 2006 ديسمبر 2006 بسبب وزير الصحه لما كان حصل خلاف وقال ما فيش اوزون، والاوزون ده علاج ضار جدا بالصحه. واحنا واخدين وهو ذات نفسه كان في جهاز عنده لجنه حضرتك، يعني مش هنعود بقى للماضي، لكن هي قصه حضرتك يعني هو ده الحقيقه اللي حصلت، ان احنا واخدين موافقه من 99، واذ فجاه عضوه اللجنه بقت رئيسه اللجنه وهي كانت موافقه على الاوزون، قالت ان الاوزون ضار. والاوزون الحقيقه ضار عند استنشاقه فقط. فانا بالمناسبه علشان الفقره اللي جايه لحضرتك في قصه التخاطب في الاطفال، الاوزون مفيد جدا مع التخاطب. شوفي حضرتك انا بدور على حاجه اكمل بيها، انا كلمت حضرتك في علاج الاورام واقول له حضرتك الاوزون هيساعد ويزود ويزود النتيجه ويقلل المضاعفات. نفس القصه حضرتك، زياده الدوره الدمويه في المخ عند الطفل وتنشيطها حضرتك هيخلي هذا الطفل ان كان هو هيعالجه في سنتين هيبقى في 6 شهور. التطورات هتبان عليه والتلعثم هيبان افضل كتير قوي من القصه دي. ولما بيجي لي اطفال بهذا الشكل بقول لهم لو سمحتوا تروح للخبير بتاع التخاطب وتشتغل معاه مع اخصائي التخاطب وتشتغل معاه، لا تتوقف. يقول لي انا بقالي فتره كبيره ومفيش تحسن. اقول له لو سمحت لا تتوقف، القصه دي بتاخد وقت
ايوه طيب دكتور، حضرتك بتقول ان ما ينفعش ناخده او نستنشقه، ايوه لكن ازاي ناخده؟ يعني طرق استخدام الاوزون، اكيد في سؤال دلوقتي طول ما احنا بنتكلم عن النضاره وعن الشباب وعن الاورام وعن انه بيشفي جميع الامراض، مش بيشفي يعني طب تكميلي بيخلينا نشفى بسرعه بدل سنه سنتين يبقى 6 شهور. بيتاخد ازاي؟ يعني هل هو اقراص؟ هل هو حقن؟ هل هو غير الساونا، غير جهاز الساونا اللي بندخل جواه او الستيم؟ الساونا دي مرحله حاجه ستيم وبيتضخ معاها الاوزون، فمع البخار حضرتك نتيجه الستيم ونتيجه الحراره العاليه بيحصل تمدد في شرايين الجلد. لما بندخ الاوزون في هذا الوقت يبدا يترسب على الجلد ويتم امتصاصه عن طريق الجلد بكميات اكبر كويس قوي، ويبقى اول حته تتاثر بيه واكتر حته الجلد ثم باقي الجسم. تمام. وده استخدمناه حضرتك حتى في رساله الدكتوراه مع استخدامه في الرياضيين بلا استخدام. الحاجة التانية عن طريق الدم، ان انا بسحب 100 سم دم واضيف عليها الاوزون وارجعها تاني. ودي يعني تم ايقافها مؤقتا في مصر، بيخافوا من التلوث، بيخافوا من ايه، ففي فكرة بسيطة جدا جدا وهي الحقن الشرجي، وده بيستخدم في كبار السن، في كبار السن قوي، المسنين، في الاطفال من عمر شهر، اللي انا من عن طريق انبوبة عبارة عن قسطرة بنحطها من الشرج ونحقن هذا الغاز، الخليط من الاكسجين والاوزون. الاوزون الطبي هو خليط من الاوزون والاكسجين. حضرتك قلت طفل عنده شهر، يعني هل اصلا استخدامات بقى وثلاث ايام وعدم استخدامات الاوزون؟ طفل عنده شهر ممكن يستخدمه بغاز الاوزون؟ حضرتك الطفل في بطن امه ممكن يستخدم الاوزون. وده يعني حصل. انا عليا حفيدتين امهم كان الدوره الدمويه في المشيمه عندها ضعيفه وما كانوش بيزيدوا في الثامن والتاسع، وزميلي اللي بيتابع الحاله قال لي انا مش عايز ازعلك، بنزيد 125 جرام فقط بدل ما نزيد 150 جرام في الاسبوع. بقى لنا اسبوعين فهنضطر نديه كورتيزون. قلت له بعد اذنك نتوقف عن الكورتيزون اسبوع وشوف انا هعمل ايه ونشوف حصل نتيجه اهلا وسهلا، ما حصلش نتيجه ادي اللي انت عايزه. تمام. وفي خلال الاسبوع حضرتك زادت البنت بدل 150 جرام زادت 300 جرام ما شاء الله، وكملنا لغايه نهايه التاسع، وكل اسبوع بقت تزيد طبيعي ال 150 جرام. الاوزون يعيد الشيء مش اكتر من النورمال، مش اكتر من الطبيعي. ان انت تحقن احفادك وهم لسه ما طلعوش، يعني بالظبط كده. لو انا عندي شك ذره حضرتك ان ممكن يعمل اي حاجه يسبب لهم اي مشكله من مشاكل، طبعا مش ما كانش هيحصل. لا، وبنشوف دلوقتي فعلا ولادات كتير جدا متعسره وسريعه، اللي بيولدوا في اول قبل السابع واللي بيولدوا في الثامن، يعني ولادات كلها في غير مواعيدها الطبيعيه، وتلاقي فجاه بقت موضه يقول لك اصل ما كملتش، اصل الطفل ما بينموش، اصل الطفل ما مش داخل له اكسجين كويس. هو مواقف متعدده بتضطر للطبيب انه يعمل الكلام دوت انقاذا للطفل عشان يعمل حاجه زي كده. طيب ليه الناس خايفه دايما ورابطه ان الاوزون هو مشتقات الكورتي زون. ما هو ده المشكله، بعيبه في اسمه. ايوه بالظبط. ده العيب رقم يعني اثنين. لازم ننهي الاشاعه دي. يعني الكورتيزون ده دواء ومهم جدا في الطب، مهم جدا جدا، ولكن يستخدم في حدود، فهو سلاح ذو حدين، له مشاكله فظيعه لو فضلنا نستخدمه بكميات كبيره. والاوزون عباره عن اكسجين نشط لا اكثر ولا اقل، او خليط من الاكسجين والاكسجين النشط. طيب دكتور، يبقى استخداماته عن الحقن الشرجيه او نقل الدم وحقنه بالاوزون، او حضرتك في امراض الاختلال الجهاز المناعي زي الحساسيات، زي الروماتويد، زي بنحقنه في العضل. رابع حاجه حضرتك ان انا بحقنه في المفاصل. ده هو مباشره. الحقن اللي في العضل حضرتك انا بسحب 2 سم دم وازود لها الاوزون واحقنها في العضل. وعايزه اقول ان يمكن كنا الاول بنخاف من سحب الدم وانه رجوعه تاني، بس انا كنت لسه بتكلم برضو من كام يوم مع الدكتور برضو عن خلايا الجذعيه، دكتور امراض جلديه، ودلوقتي بقى احدث حاجه في امراض الجلديه ان هو برضو بيتحقن الخلايا الجذعيه وبترجع تاني فروه الراس، يعني برضو كده كده في دم بيطلع وبتتحقن بيه حاجه وبتدخل تاني. يعني اقصد مرحله الدخول والخروج دي دلوقتي بقت شبه سهله. طالما حضرتك التعقيم موجود في القصه ما فيهاش مشاكل، والسرنجات. طب بيعمل ايه في الامراض المناعيه؟ يعني الناس اللي عندها الانيميا والناس اللي عندها الزيبه الحمراء والناس اللي عندها خلل في الجهاز المناعي، يعني بتفيد بايه كورتيزون؟ بس دا دايما الاوزون. الاوزون هو منظم للجهاز المناعي، وده مثبت بيعني عشرات الحقيقه الابحاث. فتنظيمه للجهاز المناعي دايما ببسط الفكره كده لمريض الاختلال في الجهاز المناعي، زي الذئبه، زي الروماتويد، زي حساسيه الصدر، ان انا الجهاز المناعي عندي متعرف على شيء عندي طبيعي ان هو عدو فبيحارب. جسم مضاد ليه او جسم غريب في الجسم. الجهاز المناعي اصبح مش مظبوط. فانا عايز اديله مهدئات. عشان اقدر اتعامل معاه. فالمهدئ اللي يهديه كده اقول له ان ده مش حاجه مش طبيعيه، الغاز اللي بيهديه. فهو
قصة الأوزون هو بيقوم بهذا الدور إنه يهديه، فما بيشتغلش على الجسم إنه يبقى بيرفض الجسم ده الأجسام الغريبة بالزبط. دي أو منظم الجهاز المناعي وليس رافع لقوة الجهاز المناعي اللي الناس متصورة، هو بيساعد على رفع المناعة دي، ده حقيقي. لأن في يعني جهاز مناعي في الانترليوكين 1 و2 4 6 8 10 دولت بيزيدوا كويس قوي مع الاوزون اب تو نورمال لغايه النورمال. فانا واي اختلال جهاز مناعي الحقيقه بنقدر نقول ان هذا الاوزون ممكن استخدامه بمعدلاته الطبيعيه يقلل لنا المشكله، وهذه المشكله قد تتحسن بنسبه 20%، قد تتحسن بنسبه 80-90%. وده اللي قابلناه الحقيقه في حالات الاطفال، في حالات البرونكي الأزمة أو اللي هي حساسية الصدر عندهم. نعم. وده معمول رسالتين ماجستير ودكتوراه في حساسية الصدر في الأطفال في جامعة عين شمس. لأن حساسية الصدر دلوقتي والالتهاب الرئوي بيؤدي للوفاة في حالات كتير جدا. طيب دكتور، حضرتك كنت حكيت لي مرة قصة برضو كنت عايزة أفكرها بالسادة المشاهدين. في كمان إن إحنا بنداوي القدم السكري والتهابات القدم السكري وجروح القدم السكري اللي يمكن شبه بتبقى مرعبة وأحيانا بتؤدي إلى البتر في النهاية لا سمح الله. قلت لي زمان إن في الحروب اكتشفوا لما كانوا بيداووا بيه الجرح الناس رجليها كانت بتتقطع. انا هسكت حضرتك كمل. اكتشفوا ازاي الاوزون؟ بدايه اكتشاف الاوزون مش كتير، هو كان الاوزون مكتشف من سنه 1870 ولكن في الحرب العالميه الاولى حضرتك كان يستخدموا مطهرات عشان الجروح او المناطق اللي هي في مناطق الجبال العاليه. أيوة. الامطار وهي نازله بتبقى محمله بكميه من الاوزون. فكانوا بيستخدموا الميه ديت في غسيل هذا الجروح بدل من المطهرات. فوجدوا ان النتائج بهذا الماء المحمل. أيوة. بالاوزون افضل كتير جدا من هذه المطهرات. وهنا ده طبعا لفت نظرهم في ان هو بيعقم الجروح وبيطهرها وبيقضي على البكتيريا وكل الكلام ده. وابتدوا يشتغلوا بقى على الموضوع ان يعني ليه الميه اللي في الاماكن العاليه جدا على الجبال فيها الماده دي اللي هي بتداوي الجروح اكتر، فابتدوا يشتغلوا على الموضوع اكتر لغايه ما وصلوا ان في حاجه اسمها اوزون. واكتر مناطق حضرتك فيها الاوزون طبيعيا المناطق المرتفعه في الجبال. وزي ما قلنا ان هو مضره بس في الاستنشاء، ولذلك في هناك في اعالي الجبال يعني اجهزه انذار. لو ارتفعت نسبه الاوزون في الهواء عن المعدلات الطبيعيه التي ممكن ان تضر يطلقوها علشان ما يخرجوش الاولاد وما يخرجوش بره البيوت كمان. يعني الناس اللي عايشه على الجبال بقى، الناس عايشه على الجبال في البلاد العاليه بالظبط وعلى شواطئ البحار، فبنقول برضك القصه دي. واكتر وقت بيبقى الاوزون زايد فيها الوقت بتاع الفجر، بتاع الفجر. اكتر الحاجات في المناطق الطبيعيه وجوده في الطبيعه فين يعني. طيب دكتور، بالنسبه يعني ايه الاستخدامات برضو الجديده؟ يعني احنا اتكلمنا عن الاورام واتكلمنا عن الادمان واتكلمنا عن انا عايزه اتكلم في حته بقى الاكتئاب. يعني ناس كتير قوي يعني في اليومين دول طول ما ماشيين، طبعا ظروف البلد وان لسه الاقتصاد ما قامش قوي على حيله والضغط النفسي والاقتصادي والضغط العصبي، ناس يعني كتير يعني متضايقه ومخنوقه وعندها اكتئاب. هل الاوزون بيساعد يعني انه يعمل الاوزون اكيد بيساعد، لان ده ثبت حضرتك من حاجتين. من اولا القصه بتاعه الساونا اتعمل عليها دراسه في الريلاكسيشن اللي بيحس بيه الانسان اللي بيدخل فيها، يعني ما بنقولش انه مريض وبيخرج منها، وخاصه ان النهارده الساونات ديت او حمامات البخار ديت مضاف ليها كذا موديول بحيث ان الانسان يستفيد بيها كويس قوي. من ضمنها الالترا فايلوت ريز، فدي طبعا بتعقم الجلد وتساعد على ايجاد ماء الاكسجين H2O2، وكمان ضخ ثاني اكسيد الكربون اللي هو من الحاجات الممتازه في الريلاكسيشن وارتخاء العضلات وانبساط الاوعيه الدمويه في حصان لهبوط في الضغط والستريس اللي احنا بنتكلم. أيوة. عليه ازاي بيرفع لي الضغط والكلام. أيوة. ده بالاضافه الى رساله مهمه جدا كانت معموله في كليه التربيه الرياضيه على استخدامه في قله النوم. فحضرتك حوالي 80% من الناس زادت. أيوة. معدلات النوم بتاعتها اللي كان معموله دراسه على الناس اللي هم فوق سن المعاش فوق 60 سنه، ف 80% منهم تحسنت مده النوم بتاعته. كان بينام 4 ساعات بقى ينام 5 بقى ينام 6، ولكن كلهم اجمعوا حتى اللي ما زادش ال 20% دول ما زادش ساعات النوم. كلهم بقوا سعداء بان النوم بقى عميق، فبيقوم مش مجهد، فبالتالي ما فيش تراكم الضغط العصبي المتوالي عليه. يعني حتى لو مش بالكم يبقى بالكيف. بالكيف حتى لو نمت 4-5 ساعات يبقى نمتهم كويس وبعمق.
لان فعلا يعني الاكتئاب والارق وقله النوم، وانتوا يعني نسبه استخدام المنومات والمسكنات في مصر مرعبه، لكن انا ما اقدرش اقول النسبه لان كل حد بيقول لي بنسبه مختلفه. احنا ما عندناش قاعده بيانات سليمه ان انا اقدر ابني عليها ان احنا نقول ان احنا عندنا نسبه كذا، لكن تناول المسكنات والمنومات بشكل مفزع جدا في مصر، فده يديك اشاره او علامه ان الشعب المصري مش مبسوط، مش مرتاح. يعني في حاجه غلط يعني. الحقيقه يعني الفتره الاخرانيه كلنا مش مبسوطين، يعني كلنا مش مبسوطين، لان كلنا نتمنى لبلدنا انها يعني ترتقي ويبقى القصه احسن من كده، ونتوقع ان شاء الله. طيب جالنا اسئله كتير بقى، يعني نقولها كلها ورا بعض. اسئله بتقول طيب لو انا ما بخلفش وبقالي كتير جدا ماشيه في قصه تاخر الحمل وشبه العقم، هل الاوزون بيساعد في الخلفه؟ الاوزون هيساعد، لان الاوزون هيزيد من معدلات التبويض في المبيض. طيب ودي 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 مهمه جدا. مش معنى كده ان انا حولها بطالي الدواء اللي بيقول لك دكتور النساء علشان يحصل التبويض، لكن هي جربت مره واثنين وثلاثه. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هو حتى بالنسبه للحيوانات المنويه للرجل، فالابنورمال فورمز او الاشكال غير الطبيعيه بتقل نسبتها قوي لو هو عنده الابنورمال فورمز دي عاليه، لان هو زي ما نقول كده بينشط اصلا جميع الهرمونات بما فيها هرمون الذكوره، بينشط وبيدي صحه ونشاط لكل الحالات المنويه الباقيه. وانا لسه عندي حاله الحقيقه حصلت من 4 اشهر، ربنا حصل الكرم، بقى لهم حوالي 7 8 سنين ما حصلش عمل. طيب تمام، يبقى بيساعد كمان على الانجاب. سؤال كمان حضرتك رديت عليه برضو للرجل، هل الحرارات المنويه بتزيد ولا لا؟ سؤال كمان المينوبوز او بعد انقطاع الدوره الشهريه، اسئله كتيره جدا جات لنا من السيدات. دكتور انا باخد دواء بديل او هرمون بديل وبرضو متضايقه ومصهده وتعبانه، فهل الاوزون يساعد في تحسين الحاله المزاجيه والهرمونات وما يجيليش سرطان؟ لان بيقولوا ان طبعا إن ادويه الهرمونات البديله بتجيب سرطان. مشكله بس الحقيقه يعني الهرمونات بقت كميتها قليله قوي، وفرصه انها تجيب سرطانات يعني القصه ما بقتش زي زمان. فالحقيقه يعني انما احنا ممكن استخدام الاوزون الى جانب دوت، لا الحاله هتتحسن اكتر من 30 40% عن الوضع اللي هي فيه. كان برضو اخر سؤال مش فاكره، كان في سؤال بيقول غسيل الفواكه والخضار اللي اتكلمتوا عليه نجيب ازاي، منين الجهاز ده ونغسل بيه ازاي، وهل ينفع انظف الحمامات او المطبخ او البيت بهذا الجهاز المصاحب بالاوزون؟ انا حضرتك الجهاز بسيط وموجود في الاسواق، مجرد بيطلع تيوب انبوبه كده من الجهاز، بحطها في طبق الميه واسيبها تبابل كده لمده ربع ساعه ولا حاجه، واحط فيها الخضار او الفاكهه واسيبها لمده ربع ساعه تلت ساعه كده، انا قضيت على 80% على الاقل من المبيدات اللي موجوده. وبعد كده تتشال في الثلاجه ولا ممكن تتشال في الثلاجه عادي؟ او تسيبها عادي بقى يعني حسب الفاكهه عشان ما تتلفش، غالبا بنحطها في الثلاجه. دكتور طبعا كان في معلومات كتيرة نفسي أنا أعرفها، بس إن شاء الله في حلقات جاية. الدكتور طارق التنبولي سكرتير الجمعية الطبية المصرية للعلاج بالأوزون، بشكر حضرتك جدا يا فندم، نورتنا. أنا اللي شاكر ليك، كل سنة وحضرتك طيب. صحة السلامة يا فندم.